المغرب بلد من أكبر عواصم الإسلام وأهمها وأكثرها إنتاجاً لحضارة الإسلام وأكثرها كذلك تحملاً للأعباء. إن بلداً أنتج من الأئمة والقادة أمثال عمي يوسف بن تاشفين أمير المسلمين وابنه علي بن يوسف، ثم بعد ذلك عبد المؤمن بن علي، ثم بعده يعقوب المنصور، ثم بعد ذلك المولى إدريس بن إدريس بن عبد الله المحضي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، إلى أن نصل إلى المولى إسماعيل، ثم بعد ذلك الزوايا التي وجهت العالم كله. فنحن نعرف ما كان لجامع القرويين في فاس من الأثر، وما كان لمكناسة الزيتون من الأثر، وما كان كذلك لزاوية الدلائيين في الجنوب، وما كان لوادي درعة وبالأخص لمدرسة محمد بن ناصر الدرعي من الأثر البالغ في تحمل أعباء هذا الدين ونشره. ونعرف كذلك من كان من المجاهدين في هذا البلد رافعاً للواء الإسلام، فلا نزال نذكر خروج طارق بن زياد من هذا البلد عابراً هذا البحر وفتحه للأندلس، ولا نزال نذكر كذلك خروج عبد الرحمن الغافقي ووصوله إلى بلاط الشهداء في جنوب فرنسا، ولا نزال نذكر بعد ذلك جواب يعقوب المنصور لملك فرنسا حين كتب له الجواب ما ترى لا ما تسمع، ولا نزال نذكر خروج يوسف بن تاشفين في 30,000 مقاتل من المغرب وعبره لنجدة المسلمين في الأندلس، وقد وصف ذلك الشاعر الداني بقوله: قوم لهم شرف العلا من حمير، وإذا انتموا صلهاجة فهموا هم، لما حووا علياء كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا.